أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا صدق الله العظيم. اشكر لي ولا تكفرون. اشكر لي ولا اشكر لي ولا تكفرون.
رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا يتلو عليكم آياتنا يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم اشكروا لي ولا تكفرون اشكروا لي ولا تكفرون الذين
ألا أبلغنكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والأموات ونشكر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة ورحمة وأولئك
المروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا صدق الله العظيم. يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شافع الأصحاب. وكذا إخوة الإيمان والإسلام، كنا خاشعين لله تعالى تلاها على مسامع حضرتكم من فضيلة الأستاذ القارئ الشيخ عامر السبا مدرس القراءات وعلوم القراءة بالأزهر الشريف والمقيم مركز مدينة الدينية، إدارة الصوت والضوء، إدارة المعلم سعد شوقي المقيم بكبر داود. وشكر الله سعيكم جميعا.